بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. قسم من المعطورات تختلف بشارته عن البشارة الأخرى، يعني هي نفس القياس، من تجي تقعدها تقعد صحيح وبنفس المكان، نفس القطر، نفس القطر الخارجي، لكنه تختلف بالسماكة بالثكنس يعني. فدائما يخطئون بي، وهاي دائما تجينا الأعطال من قسم من المصلحين اللي ما ينتبهون لهاي الحالة. انت شلون تعرف بانه هاي البشارة، لو فرضا بانه هذا الماطور عندك اجاك بدون بشارة وتحتار، انت شلون تعرف البشارة مالته هي اللي تكون سميكة او اللي تكون رفيعة؟ طريقة كلش بسيطة. اول شيء تجيب خلينا نقول در نفيس او مفك هناية، ورا ما تقعد البشارة تشوف هناية هذا لازم يساوى ويا هذا المكان. تشوفون هاي المنال هناية، هذا تفخم، لازم البشارة تصير مساواته. تفهم قصدي؟ يعني هسه تجي باوع وياه بالضبط نفس القياس، زين؟ هاي البشارة مالته الاعتيادية، زين؟ يعني اللي يقول سميكة اللي هي متناسبة وياه. لو فرضا بأنه أنت خليت بشارة غير هاي البشارة، راح أجيب لكم هاي الرفيعة وراح أخليها قاعدها وأشوفكم الفرق شلون تعرفه. هسه راح أفتحها وأشوفكم. يعني انت تلاحظ المفروض هذا الارتفاع يتناسب ويا السماكه مالت البشاره. هذا الارتفاع هسه عالي، راح اخليه للبشاره اللي هي الخطا، خلينا نقول الرفيعه، زين، رفيعه السمك، راح اقعدها واشوفكم الخطا. هذا اذا قعدت البشاره الخطا راح يصير فراغ، فالمي يتداور بمكانه، ما ينحصر، ما يصير باتجاه، يعني ما يدخل من هاي الجهه ويخرج من هاي الجهه، فراح يصير يراوح بمكانه، ولهذا يضعف المي مالته. هسه راح اقعده واشوفكم. هنا يقعدت البشاره الخطا. هسه لاحظ هسه اذا اريد اسوي الشكل، لاحظ الدرنفيس ما يطلع قبل، لاحظ يعني بعد اكو مسافه لازم لي فوق حتى ينترس هذا المكان. فاذا اجيب الغطاء، مات الخنزيره هذا وقعد هنايا، معناته راح يصير اكو فراغ بين الخنزيره وبين البشاره، معناته المي ما راح ينحصر، ما راح يدي من نايه او يخرج من نايه. فرجان انتبهوا، لاحظ هسه باوع مبين يعني هواية ارتفاع، فراح ارجع البشارة مالته ونشوف الفرق. هسه رجعنا الاصلية مالته، لاحظ اول شيء البشارة تنزل عن الشفت، تنزل عن مكان الشفت هذا، زين. وشيء ثاني هنا باوعها صارت مسح وياها. هاي يا اخوان قصة على المبتدئين، تفوت عليهم هاي الشغلة وتعبر، ولهذا راح يلاقي مشاكل، يقوم يسوي غير شغلات وهي الخلل بالبشارة. فرجاء ضبط قياس البشارة لأنه ما يسحب مي الماطور. تحياتنا لكم وشكرا لكم.